أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة، نناقش في آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة. في اليوم 72 من حربها على غزة، إسرائيل تقر بخسائر، ونائب فرنسي يتحدث على أن آلاف الفرنسيين متورطون مع الجيش الإسرائيلي ويجب محاكمته. الثاني والسبعين من حربها على غزة، وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها حركة المقاومة الإسلامية هناك ضد القوات الإسرائيلية، فيما أقر قائد أسبق للواء غولاني فيه بخسارة اللواء ربع قواته منذ 7 أكتوبر الماضي. للمناقشة للوقوف على آخر هذه التطورات وتفاعلات الوضع في اليوم 72 من حرب الإسرائيلية على غزة، معنا عبر خدمة سكايب من القدس محمد هلسة، الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد محمد هلسة، قراءتك لهذه التطورات في اليوم 72 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وهذا الإقرار من قائد سابق بكل دلالات ذلك في لواء غولاني برمزية هذا اللواء لدى الجيش الإسرائيلي بخسائر، وأن ربع قواته أنه فقد ربع قواته منذ 7 أكتوبر. تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. الواقع بأن هنالك حالة من الانفصام يعيشها المجتمع الإسرائيلي، وتحديدا في إطار قيادته السياسية، وتحديدا في كابينة الحرب الثلاثي نتنياهو وغالانت وغانتس. جزء مما يضخ في الفضاء الإسرائيلي يريد أن يوهم المجتمع الإسرائيلي بأن وتيرة ومسار الحرب تجري وفق ما يشتهي هذا المجتمع، ليطمئن المجتمع وليجني استقطاب المجتمع خلف الموقف الإسرائيلي وهذه الشعارات الكبيرة التي يستمر في طرحها. نتنياهو شخصيا ما يقول في الفضاء الإعلامي مختلف تماما عما يقوله في الغرف المغلقة، هو يستمر في أن يظهر بمظهر البطل أمام المجتمع الإسرائيلي ليغطي على خسائره التي بدأت منذ 7 أكتوبر وتستمر حتى هذه اللحظة في كل القطاعات، في المستوى البشري وفي المستوى الاقتصادي وفي مستوى تفكك الحالة المجتمعية وظهور تصدعات في جبهتها، أقصد الحالة المجتمعية الإسرائيلية. لا مس سبيل أمام نتنياهو سوى استمرار ضخ التضليل والأكاذيب في داخل المجتمع الإسرائيلي، ويدرك جزء من قيادات العسكرية الإسرائيلية بأن الجيش هو الذي يدفع ثمن، ويدفع ثمن مغامرات شخصية يخوضها نتنياهو لاعتبارات شخصية تتعلق من هروبه من استحقاق المساءلة التي تنتظره في المجتمع الإسرائيلي، وتلاحقه الاتهامات بالفساد وبالخسارة وبالهزيمة وبالحاق العار بالمجتمع الإسرائيلي. هو يهرب إلى الأمام بطرح شعارات كبيرة، والجيش وقيادته تدرك ذلك. لذلك ربما انتبهت معي إلى أن الإعلان عن عدد الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي في العدد والعتاد والرتب العسكرية بدأت تتصاعد، ولم تكن بهذه الوتيرة في بداية هذه الحرب. ربما أن جزء من ضباط وقيادات الجيش الإسرائيلي يدركون الآن بأن ضرورة كبح جماح نتنياهو تقتضي خلق حالة حراك في داخل المجتمع الإسرائيلي ضاغطة على نتنياهو وعلى القيادة السياسية حتى توقفها عن استمرار في هذه المغامرات التي لا يجني من خلفها المجتمع الإسرائيلي مكاسب حقيقية. حالة الاستعراض التي يعيشها نتنياهو تأتي على حساب الجيش وفي صفوف الجيش، وهذه الخسائر التي يمنى بها، حتى أن الجيش بدأ يقتل نفسه بنفسه. الثلاثة جنود الإسرائيلي أو الثلاثة مواطنين الإسرائيليين الذين كانوا في حوزة المقاومة قتلهم الجيش الإسرائيلي
الإسرائيلي والإعلان عن مقتلهم بهذه الطريقة وإدانة الجيش بهذه الطريقة ومع الإشارة إلى أنهم خرجوا وهم يرفعون الراية البيضاء وعراة من أجسادهم من الأقسام العليا من أجسادهم بما يشي بأنهم لم يكونوا يشكلون تهديدا، هذا القصد منها، هذا الخبر الذي سرب كان القصد منه كما قلت لك هو أيضا يعني كبح جماح اندفاع لنتنياهو وخلق الحالة الداخلية، وهذا آتى ثماره من خلال تصاعد الاحتجاج الداخلي الإسرائيلي واضطرار نتنياهو وإن من باب التنفيس أن ينفد رئيس الموساد إلى قطر أو إلى الوسطاء مرة أخرى للبحث في إمكانية عقد صفقة ربما يطمح نتنياهو من خلالها إلى سحب البساط من تحت أقدام الحراك الجاري في داخل المجتمع الإسرائيلي وإيهامهم بأنه يذهب إلى يعني استجابة لمطالبهم وضغطهم بالإفراج عن الأسرى من خلال مسار دبلوماسي سياسي معين استجابة لهذه الحالة الداخلية المتعاضمة. طيب نعم. معنا سيد محمد هلس انضم إلينا الآن أيضا من رام الله سيد محمد القيق الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد القيق، ما رأيك اليوم 72 من هذه الحرب الإسرائيلية على غزة وما جاء في ملاحظات سيد محمد هلس من أنه ربما الحديث حتى عن تصفية حسابات وإرادة لإرباك نتنياهو داخل إسرائيل مع هذا الغضب خاصة مع ما تكشف من قتل إسرائيليين لهؤلاء الثلاثة الذين على أساس أنهم قدموا كل إشارات أنهم لا يشكلون خطرا على الجيش الإسرائيلي، ثم اليوم أيضا دلالات إقرار الرئيس القائد السابق للواء جولاني يعني برمزية هذا اللواء في الجيش الإسرائيلي بأنه خسر ربع قواته منذ 7 أكتوبر وسط مقاومة شديدة في غزة. نعم، تحية لك للأستاذ محمد ولمشاهديك الكرام. بالفعل والحقيقة واضحة جدا أن حينما نتحدث عن لواء جولاني يعلمون جيدا في إسرائيل أن جولاني تعني إسرائيل، حتى في الأروقة الداخلية في إسرائيل جولاني يعني إسرائيل وهو نخبة النخبة في إسرائيل. هذا التسريب وهذه المعلومات والإشاعة التي تطلق في كل أنحاء إسرائيل لها مدلولات ميدانية ولها مدلولات استراتيجية قادمة. على الصعيد الميداني واضح أنه لا عودة للأسرى في غزة ولا كسر لحركة حماس، وما يجري من نشر معلومات حول الأنفاق، يعني أنت تنشر معلومات عن 4 كيلو من الأنفاق وأنت بنفسك قلت في إعلانك الرسمي وفي كل تقارير الجهاز المخابرات لديك أن لدى حماس 500 كيلو متر من الأنفاق وعدة طبقات من الأنفاق، فإذا اكتشفت بعد 72 يوم 4 كيلو متر من الأنفاق، كم من الوقت تحتاج لتكتشف الـ 496 كيلو متر متبقيات؟ ثم ماذا عن نشرك لهذه المعلومة عن الأنفاق وفي نفس الوقت تقول أنها معلومات حصلنا على معلومات استخباراتية؟ المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها يجب أن لا تنشرها عن هذه الأنفاق. واضح أن هذا يقودنا إلى أن إسرائيل الآن ليس لديها لا بنك معلومات وليس لديها في الأفق القريب تحقيق الأهداف، تعيش فقرا أمنيا وتخمة عسكرية وانسداد في الأفق السياسي، وهذا مرجعه إلى صمود وثبات وشراسة المقاومة في قطاع غزة وصمود الجبهة الداخلية في قطاع غزة ورفض التهجير وحالة الذهول الكبيرة التي أصابت في وحدة الدلتا الأمريكية والسي آي إيه والموساد الإسرائيلي والشباك الإسرائيلي من قوة وحجم المقاومة في قطاع غزة، وتغيرت أوراق أمريكا في المنطقة نظرا لهذه المعادلة التي تحاول إسرائيل إغفالها وتبيان أن ما يجري هو عملية عسكرية تتوسع يوما بعد يوم. لم يعد هناك توسع، هناك مقاومة شرسة لا يستطيع فيها لا جولاني ولا الجيش الإسرائيلي أن يستمر في البقاء، وبالتالي الحديث الآن ينصب إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية في محاولة لإقناعهم بأن الجيش يقوم بدوره، وهذا أيضا يأتي بعد عملية جحر الديك. انظر إلى عملية جحر الديك، هذا أصاب إسرائيل استراتيجيا وليس ميدانيا وعسكريا وحسب. أنت قلت للشارع الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر أنك غير مستعد وجاءت حماس على بغتة وفاجأتك ونالت منك. ماذا عن عملية جحر الديك وهي في غزة وجيشك في استنفار وطائرة الاستطلاع في أثناء عرض القسام الفيديو مسموعة في الفيديو؟ كل هذا حدث
تحت أنظار التكنولوجيا الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وقتلوا 10 جنود وصادروا السلاح. كل هذا يؤكد أن لديه ضربة استراتيجية حتى اللحظة لم يفق منها، ويحاول قدر المستطاع أن يتهرب من الاستحقاق السياسي الذي يجب أن يدفعه للفلسطينيين بالذهاب نحو تصعيد جديد أو إقناع الجبهة الداخلية بمراوغات لا تؤتي أكلها حتى اللحظة في إقناعهم على ثبات المرحلة القادمة. طبعا في هذا السياق صحيفة يدعي تحرنوت تنقل اليوم عن مصادر عسكرية أنه جيش حماس لا ينتهي، والحديث عن قرب تدميره منفصم عن الواقع ووهم. سيد محمد هلس، يعني ما دلالات هذا الكلام الذي تنقله وينقله المحرر العسكري ليدعو تحرنوت، وأنه حماس جيش حماس كما تقول المصادر العسكرية الإسرائيلية لا ينتهي، والحديث عن القضاء عليه وقرب تدميره وهم؟ أنا أقرأ ما يجري من سجال في داخل المجتمع الإسرائيلي في سياقين. السياق الأول هو أن هنالك بعض الأصوات العقلانية الغير مطبوعة إنجاز التعبير بمنطق نتنياهو وبالتخويف الذي يضخه نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي، وأنت تعلم بأن المجتمع الإسرائيلي ينقاد خلف هذه الحكومة وهو مدفوع بمنطق التخويف الذي بثته هذه الحكومة حينما صورت بأن هذه الحرب التي تجري هي حرب استقلال وهي حرب وجودية. هذا الهدف استجداء الشرعية الداخلية خلف المستوى السياسي لينضي المجتمع دون أن ينبس ببنت شفة. بعض الأصوات التي تتفلت هنا وهناك في داخل المجتمع الإسرائيلي تحاول أن تغرد خارج سرب نتنياهو، تحاول أن تقرأ الأمور بميزان عقلاني بعيد عن طبول الحرب التي يقرعها نتنياهو، ويدرك هؤلاء أن جزء من هذه الحرب تأتي على خلفية اعتبارات شخصية لنتنياهو فقط مع حتى أركان الحرب وأركان الحكومة الذين يخوضون هذه المعركة، كل منهم لاعتباراته الشخصية. وقد قيل في الإعلام الإسرائيلي يوم أمس وأول أمس بأن نتنياهو بدأ يخوض حملة الانتخابية على أشلاء الجنود الإسرائيليين ودمائهم. الآن القراءة الأخرى التي أذهب إليها في هذا الأمر متعلقة ب تبرير استدامة هذه الحرب وحجم الخسائر التي تجري. حينما تحاول النفخ في خصمك وإظهاره بأنه أسطوري، وهذا يجري في داخل المجتمع الإسرائيلي، الهدف منه هو حينما تقع الخسائر في صفوف الإسرائيليين على المجتمع الإسرائيلي أن يتقبلها، خاصة بأنك تخوض حرب أمام يعني أشباح وأمام أساطير، وبالتالي هذا يعني له ارتدادات داخلية نفسية أمام المجتمع الإسرائيلي يتقبل حجم الخسائر التي تحدث. ثم حينما نقول بأن إنهاء المقاومة قد يطول والأنفاق حجمها كذا والحماس ووضعها ومقاومتها خارق، هذا الأمر أيضا لتبرير استدامة هذه الحرب وإطالة أمدها. طيب. وأن يتحمل المجتمع الإسرائيلي ثمن هذه التكلفة. هل هو تبرير داخلي فقط أم خارجي خاصة للولايات المتحدة؟ طبعا هذا الجزء الآخر مما كنت أود الإشارة إليه. دائما إسرائيل تتكئ في حروبها على شرعيتين، الشرعية الداخلية وهذا مهم بالنسبة لها، ثم الشرعية الخارجية. الصراخ الإسرائيلي، التضخيم والتهويل الإسرائيلي يقصد منه أيضا استجداء الدعم الخارجي بشقيه السياسي والمادي. وأنت رأيت كيف منذ بداية هذه الحرب إسرائيل حاولت رسم سردية شيطنت فيها الفلسطيني ومقاومته، وحاولت نزع صفة الإنسانية عنه، وحاولت حتى أن تظهر بأن هذه الحرب ليست حرب إسرائيل، إنما حرب أوروبا المتحضرة الليبرالية الديمقراطية ضد حماس، مما تمثله بين هلالين من تخلف ومن رجعية ومن استبداد ومن حيوانية أيضا. وقد أطلقوا هذه الصفات على الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الفلسطيني وعلى مقاومته، استجداء الدعم الخارجي. وقد رأيت كيف حضر الغرب بقده وقديده وعلى رأس الولايات المتحدة وزعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى إسرائيل للتعبير عن تضامنهم. هذا أيضا إسرائيل مهم في وعيها، وإن بدأ يتكسر وإن بدأت تتساقط جدران الشرعية الخارجية، لكن إسرائيل ما زالت تبني جزء من سرديتها في إطار هذه الحرب على نسج هذه الفبركات وعلى التضخيم والتهويل. وهذا أيضا مرة أخرى يأتي في إطارين، إطار استجداء الشرعية الداخلية والشرعية الخارجية في آن ما. طيب سيد محمد القيق، ولكن داخليا الآن الأخبار تتحدث أنه
أهالي المحتجزين في تل أبيب أغلقوا الطريق أمام وزارة الأمن، هناك مظاهرات وغضب وانتقادات، وكان سيد محمد هلا سيقول بأنه في محاولة إعطاء صورة أنه نتنياهو وحكومته يقومون بما يجب، تم تفعيل الدبلوماسية من أجل اتفاق جديد لإطلاق هؤلاء المحتجزين. يعني ما توقعاتك؟ هل تمضي إسرائيل مرة أخرى في محاولة لصفقة ما لتخفيف الضغط على حكومة نتنياهو، أنها ربح وقت فقط لترتيب خلف الستار من قبل نتنياهو ومن معه مهما كان الاختلافات؟ في النهاية هو خطاب واحد والهدف واحد، هو استهداف حماس بشكل خاص. دعني أبدأ من عند حماس. حماس الفكرة الموجودة حاليا من الصعب، وهذه تقارير مخابرات الألمانية والأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها، حتى الشباك الإسرائيلي يدرك جيدا أن حماس لا يمكن لأحد أن يوقفها عند حدها، لا يمكن بتاتا. هذا جرب في إبعادهم على مرج الزهور، جرب في حروب خمسة على غزة، جرب في اعتقالهم وقتلهم في الضفة وغزة، والآن بقراءة سريعة حماس لديها مجتمع ولديها انتخابات فازت فيها في 2006 في البرلمان وهمشت، وأيضا الآن ونتحدث في 2023 هي من تقود مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت ومجلس الطلبة في جامعة نجاح بانتخابات طلابية، هي من تقود عشرات المجالس المحلية والبلديات في الضفة الغربية بانتخابات انتخابها الشارع والنقابات. هذا كله يعطي إشارة بأن الإسرائيلي لا يمكن له أن يتعامل مع حماس على أنها عبارة عن مبنى يجب تدميره. هذه الغبار الآن ذهبت وبقيت الحقيقة. الحقيقة التي رآها الشارع الإسرائيلي بعد التضليل الذي مورس في يوم 7 أكتوبر، هذا التضليل للمعلومة أوجده نتنياهو وأوجدته إسرائيل ومخابراتها كي تغطي على العملية الاستراتيجية التي قامت بها المقاومة والتي قال عنها جل الجنرالات الذين يفهمون العسكرية جيدا والأمن جيدا أنها استراتيجية في هذا التاريخ المعاصر. لذلك حاول التضليل وقال قطعت الرؤوس وحرقت الجثث وغيرها، فبدأت هآرتس تكشف عن طائرة الأباتشي بقتلها للمستوطنين و الحفل الغنائي، وبات بعدها قصف المنازل للمستوطنين من قبل الجيش الإسرائيلي، وصولا إلى قتل المخطوفين في قطاع غزة، وصولا إلى التعامل الراقي لتعامل الأسرى من قبل القسام مع الأسرى الإسرائيليين. كل هذا تجمع الآن في العقل الجمعي للشارع الإسرائيلي، والشارع الإسرائيلي بات يدرك جيدا أن نتنياهو يحارب من الفنادق ومن المكاتب، وأن أبناءه الذين يلقي بهم إلى النار في غزة هؤلاء لم يكن لديهم حتى اللحظة إجابة عن سؤال مهم لدى الشارع الإسرائيلي، إلى أين؟ هذه الإجابة مفقودة الآن، لا يستطيع أن يجيب عليها نتنياهو ولا جالانت ولا غانتس، لأنهم يدركون الإجابة عليها تعني خسارة أي مركز انتخابي في المرحلة المقبلة، وهم يقامرون على حساب الشارع، لذلك الشارع سينفجر. وكان هناك تقرير بأنه هناك كما نتنياهو لا يريد بروز يعني أسهم وصعود أسهم غانتس بشكل خاص الذي يرى فيه الغريم والمنافس، وظهر يعني تجاذبات وحتى خلافات في مؤتمر صحفي غريب، غالانت لوحده ونتنياهو لوحده مثلا. الآن هم في منطقة الأعراف الثلاثة، غانتس وحتى غالانت لديه ميول نحو الذهاب للسياسة، فهو يتحدث بلغة الأنا دائما، ونتنياهو لديه قرار بأنه هو من صنع إسرائيل وهو 16 سنة في الحكم وهو من أسس اتفاقية الخليل في 1996. هذا الرجل مر بتجربة مريرة مع حماس، تجربة لا يمكن له منذ 96 حتى اليوم لم يستطع نتنياهو أن يسجل انتصار واحد في مواجهة حماس، لذلك المشهد الآن يحاول توسيعته باتجاه التصعيد نحو جبهة الشمالية أو نحو الضفة الغربية، خاصة أن اتفاقية أوسلو بالنسبة للإسرائيليين تعني جسرا للعبور نحو التطبيع، فإذا انتهى التطبيع وذهبنا إلى التطبيع مع الدول العربية لا داعي لأوسلو، لأن إسرائيل تريد فلسطين، كل فلسطين، وهذا أمر واقع، ليس هناك تكهنات، هم يقومون بهذا المجال. السلطة إن بقيت وهي منبثقة عن أوسلو، هذا يعني أنها ديكور سياسي ومشهد سياسي ستصل حماس إليه قريبا أو في المرحلة المقبلة في أي انتخابات وأي توافق، وهذا ما لا تريده إسرائيل، لذلك المرحلة المقبلة ستشهد تفكيك مباشر للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والإبقاء على شؤون إدارية مدنية فقط وإزالة المشهد السياسي. طيب.
طيب يعني مع أنه سيد محمد هلس الآن الإسرائيليون أصبحوا يقولونها بشكل علني وصريح أنه خيار الدولتين انتهى. سفيرة إسرائيل في لندن قالت هذا الكلام. نتنياهو وآخرون اتفاقات أوسلو أصبحت في خبر كان مع أنها لم تكن أبدا. أيضا دوليا مثلا كان يشير السيد محمد القيق إلى نتنياهو وابن نتنياهو. ابن نتنياهو في الولايات المتحدة وغضب كبير يقضي أيامه في استجمام بينما يقاتل الآخرون في إسرائيل. والكيربي المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي عندما سئل عن ابن نتنياهو لماذا لا تدين استعماله من البحر إلى النهر رفض الإجابة. الموقف الأمريكي في رأيك هو المؤثر الأكبر في مآلات الأمور أم أنه إسرائيل تتعامل مثلما صرح نتنياهو مع أمريكا بأنه يمكن استغفالها أو كولد مدلل كما ذهب حتى بعض الأمريكيين لوصف علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة؟ أكيد يعني نحن لا نفهم العلاقة الإسرائيلية الأمريكية في سياق هذه الحرب. العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي ثابت في السياسة الأمريكية. إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة هي رأس حربة وهي قاعدة متقدمة للمشروع الاستعماري الغربي في منطقة الشرق الأوسط. وهذا الحضور الأمريكي منذ الساعات الأولى لهذه المواجهة يشي بطبيعة العلاقة القائمة التغطية الأمريكية على إسرائيل منذ اللحظة الأولى، سياسي عسكري، جسر الإمدادات القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يقول بأن المسألة ليست مسألة مزاجية ولا فارق في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بين هذا الحزب أو ذاك أو هذا الرئيس أو ذاك. الثابت الوحيد هو أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة هي رصيد استراتيجي ولا يمكن أن تسمح بالمساس بها. والواقع بأن بتنا نشعر بأن الجيش الإسرائيلي يخوض حربا بالوكالة عن الولايات المتحدة في المنطقة وليس العكس. في إطار الصراع السياسي الإسرائيلي هنالك اختلافات أشرت حضرتك إليها في كابينة الحرب وفي الحكومة، لكن أقصد من هذه الحرب. لكن في الولايات المتحدة هنالك تماهي مطلق مع هذه الحرب ومع الرغرات الإسرائيلية وتغطية مطلقة عليها. إذن الموقف الأمريكي موقف مغطي ومتماهي مع الرغبات الإسرائيلية ومع انفضاض العالم بمطلقه وبأجمعه في الهيئات طيب الدولية ومن خلال مع أنه الخطاب الرسمي الأمريكي وحتى عواصم غربية أخرى ما زال يتشبث في رأيك فقط للتسويق الإعلامي أو السياسي بدولتين، بدولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. ما زال هذا الخطاب، والآن هناك عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية وانتقادات غربية وأمريكية لما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية. هل هو الاستهلاك فقط؟ وأين كانت هذه المواقف الدولية المتعاطفة مع الحقوق الفلسطينية قبل 7 أكتوبر؟ وما الذي أوصلنا إلى هذا الذي نحن فيه؟ هذه المواقف الدولية الذي يجري خلفها هو يجري خلف سراب ولن يجده إلا سرابا. المجتمع الفلسطيني يعيش الاحتلال منذ 75 عاما والتاريخ لم يبدأ منذ 7 أكتوبر، والولايات المتحدة والغرب هم الذين منحوا إسرائيل هذه المساحة وهذا الهامش لتتعامل مع الحقوق الوطنية الفلسطينية على أنها حقوق إنسانية وعلى أنها مطالبات يعني خدماتية، وليست القضية قضية تحرر وطني واستقلال، إنما هي قضية خدمات. ووصل بعض القيادات السياسية الإسرائيلية أن طرحوا السلام الاقتصادي وتحسين الظروف السياسية وتماشت معهم حتى بعض القيادات السياسية الفلسطينية. الغرب هو المسؤول عما نحن فيه، وكل الكلام الذي يجري من الغرب الآن وهذا حتى التباكي وهذا محاولة الظهور حتى بمواقف بأنها تخالف المواقف الإسرائيلية في هذه الحرب هي تأتي من باب مساحيق تجمل فيها صورتها تحت الضغط الشعبي الذي يجري. هذه الأنظمة الغربية ما زالت حينما يحين استحقاق الإجابة على سؤال المواقف مع إسرائيل تقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسه، فهذا يعني سحق الفلسطيني وسحق عظامهم وإنهاء الكينونة الفلسطيني الذي يجري في غزة حرب إبادة، والذي يجري هو مشروع تهجير لشعب بأكمله. والمجتمع الغربي يقف منه موقف يعني المتماهي، وكل السلوك الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة سلوك خجول
رتوش لا علاقة لها بالمضمون، مضمون أن هذا الشعب يعيش تحت الاحتلال منذ 75 عاما ولم ينال حقه بالاستقلال والسيادة. طب سؤال أخير، الوقت يضغط علينا، ولكن ما توقعاتك إلى مآلات الأمور في هذا اليوم بعد 72 سنة أسبوع يوم بالأحرى وأكثر من 70 سنة طبعا لهذه القضية؟ ما توقعاتك مع ما ينقل أيضا من تقارير أنه ربما الولايات المتحدة أعطت نتنياهو ومن معه بضعة أسابيع ربما حتى نهاية السنة، وإلا مع الضغط الداخلي والخارجي سيكون هناك ضغوط لوقف هذه الحرب على غزة؟ صدقت إذ قلت 72 عاما، ونحن فعلا نعيش هذه الحرب منذ 72 عاما وأكثر، والحرب الطاحنة ضد الشعب الفلسطيني لم تبدأ كما قلنا منذ 7 أكتوبر. لكن بالعودة إلى سؤالك، أعتقد بأن تقاطع الحالة الداخلية الإسرائيلية وما يجري فيها من حراك ضاغط والأثمان الكبيرة التي يدفعها المجتمع الإسرائيلي في خسائره في المستوى البشري والاقتصادي وحالة التفكك الاجتماعية، تقاطعها مع بعض المواقف الدولية وعلى رأس الولايات المتحدة، وإن كانت كلامية فقط لكنها تعبر عن انزعاج، ليس انزعاج حبا في الفلسطيني وفي حقوقه ورأفة به، إنما انزعاج بسبب ما تلحقه يلحق هذا التماهي مع الموقف الإسرائيلي من خسائر وارتداد على الحالة الداخلية للولايات المتحدة، على الحزب الديمقراطي تحديدا وعلى بايدن، وخاصة بأنه مقبل على انتخابات وإمكانية أن تتوسع هذه الحرب في الإقليم وربما في العالم. الخسائر التي تمنى بها إسرائيل وإمكانية أن تفتح جبهات في شمال فلسطين المحتلة، الجبهة المفتوحة مع اليمن، الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي، وأنت رأيت كيف أن بعض الشركات العالمية، شركات الشحن والتجارة العالمية، أعلنت بأنها لن تعود إلى المرور بسبب التهديدات التي تواجه خط الملاحة البحري في منطقة البحر الأحمر. هذه كلها تنعكس على أضرار على المواطن الإسرائيلي وعلى قدرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية على تحمل حرب الاستنزاف الطويلة التي يسعى نتنياهو إلى أن يخوض بها في هذا المجتمع. هذه العناصر جميعا وتحديدا الخسائر البشرية التي يمنى بها في الميدان بالإضافة إلى حراك أهل الأسرى، أعتقد بأنها ستكون هي الصخرة التي ستتحطم عليها أطماع ومطامع نتنياهو بالمضي في هذه الحرب إلى ما لا نهاية. وسنشهد، وموقف أخير فقط، تمنع المقاومة الآن، وخاصة بأن إسرائيل تود أن ترى موقف استجابة لقضية مسار تفاوضي حول قضية الأسرى، تمنع المقاومة فيه أعتقد بأنه سيعيد إسرائيل إلى الأرض، وسنسمع كلام عقلاني من القيادة الإسرائيلية بأنه لا مجال لإطلاق سراح الأسرى إلا بوقف هذه الحرب حسب ما اشترطت المقاومة، وأعتقد بأن هذا سيكون مقدمة إلى تفكيك المشهد والدخول في تسويات مفاوضات حول كل القضايا. سيد محمد القيط، ماذا عن الفلسطينيين؟ ماذا عن في المقابل طبعا ما أثير حتى من، وكانت هناك حتى تصريحات يعني أثارت غضب بعضهم في قيادات فتح مثلا عن دور السلطة الفلسطينية، وحتى في الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة والقضاء على حماس والتفكير ما بعد حماس في غزة ودور حتى عربي هناك والسلطة الفلسطينية أن تلعب دورا في مقابل نتنياهو يرفض ذلك. ماذا عن يعني التداعيات على المشهد الفلسطيني وعلى الفلسطينيين بكل الفصائل؟ يعني للأسف في التقديرات المقبلة أستطيع القول أننا في البداية، يعني المرحلة صعبة جدا كي نصل إلى النهاية الآن، لأن هناك قرارا من بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل مع أمريكا بأن تكون هناك منطقة مطهرة. ما هي المنطقة المطهرة؟ هي لبنان، اليمن، وغزة. هذه النقاط الثلاث هي تحت النار الآن ولاحقا ضمن معادلة التطهير الذي تريده لاستقرار المنطقة. لذلك سنشهد الأيام القادمة تحالفا بحريا، وسترى علم إسرائيل بجانب علم بعض الدول العربية ضمن هذا التحالف البحري بحجة حماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهذا أمر سيقود إلى ما بعد ذلك في التعامل مع ملفي لبنان واليمن بالآلية التي تريدها أمريكا في استقرار المنطقة وقطع الطريق على التحالفات الاستراتيجية الدولية التي تقيمها روسيا وإيران. هذه نقطة.
يعني أنت تقصد البحر الأحمر وباب المندب بما يقوم به الحوثيون من استهداف السفن. نعم، وهنا تصريحات كثيرة من قيادة الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي الإسرائيلي، والأستاذ محمد يدرك ذلك في الشؤون الإسرائيلية، الحديث على أن ملف البحر الأحمر ليس ملفا إسرائيليا وإنما ملفا دوليا. هذا المصطلح وهذه الكلمة خطيرة جدا، تدلل على أن هذا المشهد سيقود إلى تحالف عربي إسرائيلي أمريكي من عدة دول. ونظرا لخطورة المشهد في باب المندب وملف الصومال وإريتريا وكيف سيكون هناك تداعيات، كل هذا ملف خطير لا يمكن لإسرائيل أن تتعامل معه، وهو أكبر من إسرائيل. لذلك المشهد سيكون ضمن التحالف، وهذا التحالف من خلاله سينطلق إلى مراحل متعددة ضمن الخطة. المهم في هذا الموضوع أن إسرائيل لديها قرار، لا يمكن أن تنتصر حماس. والمهم في هذا الموضوع في نفس الوقت أن المقاومة لديها قرار، ستنتصر، وإرادة الشعب الفلسطيني ستنتصر. هذا المشهد يعكسه حالة التراخي العربية والتآمر من تحت الطاولة، وأيضا مشهد الصمود والمقاومة تعكسه الشعوب العربية التي تتوق للحرية والانتصار للشعب الفلسطيني. إذا بقيت معادلة أمريكا في المنطقة في هذا الاتجاه، نحن أمام تصعيد في جبهة أخرى وهضم من الحقوق الفلسطينية في الضفة الغربية بكل وضوح، والتخلي عن الفكرة السياسية للفلسطينيين، وهذا ما يريده بايدن. ليس لأنه بايدن، انظر وقلب كل خطابات رؤساء الأمم المتحدة، هذا بيلد إن، كلمة إنه أنا محل الدولتين يستخدمونها دائما في كل خطاباتهم، ولكن عمليا لا يوجد في قاموسهم حل الدولتين، وإنما شركة أمنية اسمها السلطة الفلسطينية. إذا تداول فيها الناس الحكم وبدأ فيها انتخابات، طيب، وبالتالي هذه تصبح مشهد سياسي يجب إزالته. هذا أيضا يعطينا إشارة أن المشهد القادم في داخل الشعوب العربية غاضب، وقد يعود على الأنظمة ببعض الثورات إن بقيت المعادلة الأمريكية التي أقرتها مؤخرا ستسير ضمن المخطط التحالف. سيد محمد القيق، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله، شكرا لك، وشكر موصول كذلك سيد محمد هلسة، الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي، كان معنا من القدس، شكر موصول لكم، نلقاكم في فرصة أخرى إن شاء الله. النائب الفرنسي توماس بورتيس أن هناك أكثر من 4000 فرنسي متورطون مع الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب في غزة، ودعا لمحاكمتهم، وأكد في تغريدة له أو منشور له على منصة إكس أنه نظرا لجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك المواطنون الفرنسيون. وشدد النائب الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية الذي يقوده جون ليك ميلانشون، شدد على أنه بينما تحذر الأمم المتحدة من خلال العديد من مقرريها الخاصين من مخاطر الإبادة الجماعية ومقتل أكثر من 17,000 فلسطيني، فإن وجود مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية يهينه فرنسا. وأضاف أنه يجب على فرنسا أن تدين بأشد الحزم هذه المشاركة في جرائم الحرب، كما يقول النائب الفرنسي. وقد قتل موظف في الخارجية الفرنسية في قصف إسرائيلي في غزة. الجدل حول المزدوجي الجنسية من دول عدة الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي يمتد لدول أخرى بكل ما يثيره ذلك من جدل. في بريطانيا أثير هذا الموضوع عندما قتل مؤخرا جندي في الجيش الإسرائيلي في غزة مزدوج الجنسية، وولد في لندن ويحمل الجنسية البريطانية. طرح الموضوع في دول أخرى، يبقى العدد الأكبر من هؤلاء في الولايات المتحدة أو من الولايات المتحدة مزدوجي الجنسية من أمريكان وإسرائيليين.
وهم الأكبر. والعدد الثاني مثل ما يقول النائب الفرنسي بورتيس هو في فرنسا لمناقشة هذا الموضوع بأبعاده. معنا من لندن الأستاذ محمد العطيفي رئيس تحرير شرق تريبيون. سيد محمد العطيفي، هذا الموضوع مثار جدل كما تابعت في لندن في بريطانيا وفي دول غربية أخرى، قضية مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في الجيش الفرنسي. هذا النائب الفرنسي، الجيش الإسرائيلي بالأحرى، هذا النائب الفرنسي يقول هؤلاء بالألاف، أكثر من 4000، وهم متورطون كما يقول هذا النائب في جرائم ويجب محاكمتهم. سيد محمد العطيفي، هل أنت معنا؟ نعم، أولا لو نظرنا إلى هؤلاء مزدوجي الجنسية على وجه الخصوص، هؤلاء يتبعون اتجاه الدولة الحاصلين على الجنسية لديها، بمعنى أن موقف الدولة السياسي أحيانا يعطي مصداقية لأن يكون هؤلاء مزدوجي الجنسية متواجدين. ربما هناك بعض الأصوات التي تطالب بوقف الحرب ووقف فوري لإطلاق النار، وهذا موجود في كل دول العالم إذا كانوا نواب، إذا كانوا جماعات ضغط، هؤلاء يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار ويقفون حتى ويضغطون على الحكومات بأن يكون لها موقف، هذا الموقف أكثر رؤية وبعدا للمجازر الإنسانية، لأننا نحن نرى ما يحدث، ليس هناك تكافؤ في الحرب، نرى أن هناك إهدام للبنية التحتية، إهدام للمباني، نزوع جماعي لآلاف من البشر، وبالتالي هم يرون أن مزدوجي الجنسية يجب أن يكون دورهم بعيد وأن لا يتدخلوا في هذا النزاع. لكن ما حدث أن الرؤية العامة للحكومة وسياسة الحكومة هي التي تدفع بهؤلاء وتشجع هؤلاء على الانخراط في مثل هذه العمليات، خصوصا لو نظرنا أنهم يرون أو العديد من الدول تقف بجوار إسرائيل وحتى تتواجد عسكريا، يعني أي اعتاد عسكري، أي احتياجات عسكرية يتم مد إسرائيل بها، وتلك الدول هي أيضا، يعني أن أتحدث من المنظور السياسي، سياسة هذه الدول هي التي دفعت بإسرائيل إلى الاستمرار في هذه الحرب إلى كل هذه الفترة، وعدم مراعاة حتى أصول الحرب، يعني حرب غير متكافئة، هناك نزوع جماعي، هناك شبه إبادة عرقية أو ربما تصل إلى الإبادة العرقية، كل هذه الأمور، هذه سياسة الدول بما فيها فرنسا، يعني لو رأينا فرنسا هي كإحدى الدول، ألمانيا، بريطانيا يتحدثون بصوت مسموع بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وكان هذا أكبر كارثة خلقتها تلك الدول بإعطاء اليد الطولة لإسرائيل من خلال هذا التصريح. كان يجب إدانة ما حدث في البداية من حماس ويقف على ذلك حتى لا يعطوا إسرائيل المبرر لما تقوم وترتكب من مجازر، لأن الآن نحن أمام عالم أصبح لا يعترف إلا بالقوي، إذا كنت قوي فعل ما تريد. ولكن ألم يتغير الخطاب يعني في بعض الدول، على الأقل فرنسا يعني، ونقاشنا يعني العنوان الأكبر هو هذا النائب الفرنسي، مثلا الخطاب ماكرون تغير من زيارة إسرائيل والقول بأنه هناك سيكون هناك تحالف دولي لمحاربة حماس مثلما كان هناك نفس التحالف الذي حارب داعش، تغير الخطاب الفرنسي، خطاب ماكرون بشكل خاص يعني. أولا وجدنا أن خطاب ماكرون تغير بعدما تم قصف المكتب الثقافي الفرنسي، وهذا جعل فرنسا
تعيد النظر. ولا ننسى أيضا أن فرنسا لها أو تتشابك مصالحها في الحرب من خلال أيضا لبنان، ولبنان نجد أيضا أن حزب الله أحد الأذرع المقاومة لإسرائيل، وهو لديه صالح في أو المصالح الفرنسية تحتم عليه أحيانا أن يتجنب أن لا يكون موقفه كموقف الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا على سبيل المثال. لكن في مجمل الموضوع أو في مسألة الحرب هو مع الحرب، يعني هو لا يستطيع، وإلا كان يدين الحرب، يعني يجب أن يدين الحرب علانية. يعني ما نراه حتى العالم كله، يعني ما نسمعه من العالم هو ليس كافي، ما يعني حتى الإدانة والشج هذا لا يفعل شيء. نحن نريد عمليا أن تقف هذه الحرب، يجب وقف فوري لإطلاق النار تقوم به. يعني أحيانا عند أستغرب أن هذا العالم ليس به القائد القوي الشجاع الذي يوقف هذه الحرب التي الآن في شهرها الثالث. هناك يعني العالم تغير ويوضح أن نحن العالم يحتاج إلى إدارة جديدة، إلى شكل جديد، يرسم شكل جديد بما يتناسب مع هذه التحديات التي نعيشها. لا يمكن أن توقف الحرب خلال 3 شهور. من يرضى بهذه الإبادة الجماعية يعني على أي جانب من الجوانب؟ إذن نحن أمام مشكلة كبرى، والمشكلة الكبرى أراها من السياسيين، وبالتالي أنا لن أستغرب إذا كان هناك بعض الجنسيات المزدوجة التي تحارب بجوار إسرائيل وتتدخل في غزة، وما نرى في غزة من ويلات. طب بينهم طبعا مزدوج الجنسية بريطانيين كذلك وإسرائيليين، ولكن لافت في المواقف كذلك أنه مع استلام ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق لوزارة الخارجية، بدأ للمراقبين أنه اللهجة أيضا تغيرت. يعني كان هناك مثلا موقف ناقد مؤخرا في تغريدات ومواقف ديفيد كاميرون مقارنة بمواقف السابقة، كان هناك موقف أيضا حتى مع الوزير مع ألمانيا كذلك في بيان مشترك وضرورة التهدئة. ألمانيا كذلك الداعم الأكبر ربما والمتديق الأشد في أوروبا على منتقدي إسرائيل. ما دلالات هذا؟ أولا يعني نحن رأينا أن هناك تحول في الموقف الأوروبي، هذا صحيح تحول. يعني لا أريد أقول أنه ضغط شعبي، لأن السياسي لا يرى الضغط الشعبي، هو يرى أيضا حجم المصالح ورؤية الدولة. وبالتالي لو نظرنا كان ضروري أن يتم تغيير وزير الخارجية في بريطانيا ليأتي بصورة جديدة. وحتى وجدنا عندما أتى كاميرون كان له في البداية بعض التصريحات، لكن في الحقيقة هي لم تتغير كثيرا عن جوهر الرؤية. يعني ما زالت الرؤية واضحة، وهناك دعم لإسرائيل بكل وضوح، وحتى يعني لا يدين إسرائيل. ما هو مطلوب حقيقي من هؤلاء الزعماء السياسيين في أوروبا؟ أن يكون هناك أمر واضح بأن يتم إدانة إسرائيل بشكل مباشر، بدل من أن يردد البعض أن لها الحق في الدفاع عن نفس. والحق في الدفاع عن نفس هو الذي أتى بهذه الكوارث، وبالتالي هم مشاركين في هذه الكوارث. ولا أستبعد يعني إذا احتاجت إسرائيل جيوش أو احتاجت من أوروبا دعم عسكري ومادي، هم جاهزين. يبقى معنا سيد محمد العطيف. انضم إلينا الآن من باريس دكتور بشير النفزي، مدير مرصد الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية. دكتور بشير النفزي، ما رأيك في هذا الموقف الآن من البرلماني الفرنسي بورتيس عن حزب فرنسا الأبية، ودعوته لمحاكمة أكثر من 4000 فرنسي مزدوج الجنسية يقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي؟ وهذا النائب الفرنسي يقول هؤلاء في جيش يرتكب
جرائم إبادة في فلسطين وحتى عموما والضفة الغربية وقطاع غزة كما يقول الناس. نعم، شكرا أخ سمير على الاستضافة، يعني تحية إليك وإلى كل السادة المتداخلين والمشاهدين. أكيد أن في خضم تقريبا المراجعات الحاصلة والمواقف التي خمدت تقريبا منذ يعني أحداث 7 أكتوبر وصولا إلى يوم هذا، مرورا بالحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني، فأكيد أن نحن في سياق مراجعات ولكن سياق كذلك انتقادات داخلية كبيرة جدا. بعض ما ذكرتموه هو ينزل في هذا الإطار، فتواجد تقريبا حوالي 4000 جندي فرنسي يعني يحمل جنسية مزدوجة الفرنسية الإسرائيلية، يعني شكل بالفعل حالة، وهو يعتبر بالمناسبة ثاني أكبر عدد من المقاتلين أو فنقول مزدوجي الجنسية العاملين في الجيش الإسرائيلي بعد مزدوجي الجنسية الأمريكان، يعني اللي يحملين الجنسية الأمريكية. فهذا الشيء يعني دل بدلوه ولم يجد كثيرا من التبريرات، حيث أنه أحرج ويحرج تقريبا كل من يطرح السؤال في حد ذاته، هل أن اعتبار أن المشاركة ليس في مستوى مثلا قوى حفظ السلام دولية أو مشاركة في 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 فنقول في حروب حولها إجماع دولي وكذا، المشاركة في حرب هي فيها كثير من التجاوز للقانون الدولي، لكثير من انتهاك حقوق الإنسان، يجعل بالفعل يعني الممثلي الشعب في فرنسا وكذلك بعض فنقول السياسيين، ليس كلهم على كل حال، تعرفون هناك سياسيين بلاكس هم في تعبيراتهم ودفاعهم الشديد على إسرائيل يتجاوزون حتى نواب الشعب الإسرائيليين، يعني النواب الإسرائيليين أقصد. فبالتأكيد والحزب فرنسا الأبية يعني هو من الأحزاب التي يعني عندها مواقف واضحة وصريحة منذ البداية، والذي يتعرض نوابها إلى هجمة شرسة من الإعلام وحتى من مشكلات الطبقة السياسية الفرنسية، فبالتالي مواقفهم كانت غير مواريا، كانت تضع الإصبع على الداء وكانت على الجرح تحديدا، وكانت تفضح نقاط كل نقاط تقريبا المتعلقة بالحرب منذ 7 أكتوبر وصولا. وقبل يومين ميلانشون زعيم الحزب فرنسا الأبية دعا لمعاقبة إسرائيل على غرار معاقبة روسيا اقتصاديا. نعم، هو موقف واضح جدا في تسمية الأسماء بمسمياتها واتخاذ القرارات التي يجب أن تتماشى مع التوصيف الحاصل. ميلانشون وكل النواب، بالمناسبة ليس فقط ميلانشون عندما يتكلم طبعا الصوت الأعلى بين قوسين على اعتبار أنه مؤسس فرنسا الأبية، ولكن يعني كل النواب فيهم مثلا ديبون النائبة الفرنسية بقية لومبار مجموعة هؤلاء النواب، يعني مواقفهم يعبرون طبعا على نفس الموقف، ولكن أصواتهم كذلك عالية وتوجدهم أصبح مكثف حتى في الإعلام، مما كان له تأثير على المتلقي المواطن الفرنسي والذي أصبح يطرح الأسئلة، وأصبح لذلك اعتبرتها أنا في خضم المراجعات الجمعية الحاصلة في هذا الإطار. فلا نستغرب أن ميلانشون أو لفرانس انسوميز عفوا فرنسا الأبية تكون مواقفها المطالبة بمحاكمة إسرائيل، على اعتبار أنهم يعتبرون وهو ما هو ثابت على كل حال أن هناك جرائم حرب، وهذه الجرائم تعتبر يعني انتهاك صارخ للقانون الدولي. بالمناسبة، ما دلالات مطالبة وزيرة الخارجية الفرنسية إسرائيل بهدنة فورية ومستدامة؟ طبعا يأتي هذا فيما دبلوماسي فرنسي قتل في قصف إسرائيلي في غزة يعمل في القنصلية الفرنسية. صحيح، هو موقف بارز بكل حال ومحرج كثير الإسرائيلي
الأمريكية. هذا على كل حال يمكن ارتباط الهدف المقتل الدبلوماسي أفضل. للأسف الشديد دكتور نفزي الخط رديء جدا، لم نكن نسمعك، ربما إن حاول الزملاء وتمكنوا من الوصول إليك ربما ليكمل الفكرة ونعود إليك. سيد محمد العطيفي، هل في بريطانيا لفت فعلا أن هناك ليس انقلابا أو تغيرا كبيرا أو على الأقل تحولا في المواقف في مقابل طبعا على المستوى الإعلامي يعني ما زالت الأصوات الدائمة لإسرائيل يعني صوتها مرتفع، وإن كان شعبيا ما زالت المظاهرات وما زالت الفعاليات الرافضة للحرب الإسرائيلية وداعية إلى موقف يضع حد لما يحدث. ولو نظرت لبريطانيا تجد بعيدا عن اتجاه الحكومة، لكن على الصعيد البرلماني على سبيل المثال والنواب وجماعات الضغط، ربما العديد منها وخصوصا واليسار من النواب، لكن لو نظرت إلى اليمين في أوروبا كله هو مع الحرب. وللأسف أن العدد في اليسار ليس يعني بقوة لما يشغل اليمين من دور في الحياة السياسية في أوروبا كلها وليس في بريطانيا. لذلك سنجد أن الموقف ربما تغير بعض الشيء، وهذا يا منذ أن أتى ماكرون، لأن مصالح بريطانيا ربما تتهدد مع الدعم الدائم لإسرائيل في المنطقة، لأن مصالح بريطانيا متعددة. وفي أنت كنت تقصد كاميرون وليس ماكرون. كاميرون للخارجية طبعا، ما انه طبعا كان هناك مقال لافت لبيتر أوبورن على اساس انه الكاتب البريطاني المعروف الذي كان استقال من ديلي تيليغراف بسبب تغطيتها للمسلمين، قالها بشكل صريح لقضايا تخص المسلمين، كان يصف كاميرون انه محسوب على اتجاه تقليدي في الدبلوماسية البريطانية. المحافظين كانوا ضد على أساس أنهم ضد إسرائيليين، اليسار التاريخيين هو الذي كان حزب العمال هو الذي كان مع الإسرائيلي، ليس كذلك؟ ثم تغيرت الأمور الآن، وإن كان هناك انتقادات في حزب العمال لكير ستارمر ودعمه لإسرائيل يعني وعدم دعوته لوقف إطلاق النار يعني، بينما أصوات أخرى انسحب بعضهم من حكومة الظل للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحرب الإسرائيلية في غزة. صحيح، يعني لو نظرنا إلى يعني تاريخيا كان ربما الأمر مختلف، لكن في الفترة الحالية نجد أن جزء كبير من اليسار هو الذي ضد، حتى يعني فيهم بعض النواب بكل صراحة ضد إسرائيل. ويعني أنا أرى أن كاميرون يحتاج أو طبعا لابد أنه يتبع سياسة الحكومة والرؤية التي أتى من أجلها، فبالتالي هو يسير في نفس اتجاه المناوئ الذي يقف مع الحرب، هو ليس ضد الحرب. طيب. وبالتالي نحن رأينا زيارته لإسرائيل ولقائه بنتنياهو وكلامه ومؤتمره الصحفي هناك كان بشيء من التطمين لإسرائيل ويوضح أن بريطانيا داعمة لإسرائيل. طبعا هناك الحسابات الانتخابية، حتى حزب المحافظين على كف عفريت وربما سيخسر حتى الانتخابات، هناك الحسابات الداخلية والخارجية والوقت يضغط علينا. شكرا جزيلا لك
أستاذ محمد العطيفي رئيس تحرير الشرق تريبيون، كنت معنا من لندن. نعود معك فيما تبقى. دكتور بشير نفزي، وكان الخط لم يكن واضحا. ماذا عن فرنسا والمواقف؟ بدأ تغيرا، تحول على الأقل في الموقف الفرنسي الرسمي. ماكرون الذي كان يدعو إلى تحالف لمحاربة حماس على غرار داعش تغير الخطاب، في مقابل طبعا مشهد إعلامي فرنسي وطبقة سياسية فيها ما فيها من دعم لإسرائيل، ومجتمع مدني وأصوات أخرى لها موقف آخر. دكتور بشير النفزي، ربما فقدنا الاتصال بالدكتور بشير نفزي، كان معنا من باريس، وكنا نناقش طبعا في الجزء الثاني من هذه الفقرة، من هذه هي التغطية الخاصة لتطورات الوضع مع هذه الحرب الإسرائيلية على غزة، ومن عناوينها من تداعياتها فرنسيا، النائب الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية الذي يقوده ميلانشون يقول بأن آلاف الفرنسيين متورطون مع الجيش الإسرائيلي، يتحدث عن أكثر من 4000 مزدوج جنسية فرنسية إسرائيلية يخوضون حربا مع الجيش الإسرائيلي. ويقول هذا النائب بورتس أنهم يقومون في متورطون في جرائم حرب ويجب محاكمتهم. عاد إلينا دكتور بشير النفزي، تفضل بإكمال الفكرة. وسؤالنا عن هذه التداعيات الآن في فرنسا مع اليوم 72 من حرب إسرائيل على غزة. يعني كان رئيس ماكرون على كل حال سباق منذ عدة أسابيع في مخالفة نسق عام ورأي عام، فلنقل ينتهج موقف داعم تماما للعدوان الإسرائيلي والهجمة العسكرية الإسرائيلية، بأن طلب أو بأن اقترح أن الحل لن يكون إلا سياسيا. هذا الموقف انتقد بداية وكان موقفا منعزلا، اليوم بتتالي الأحداث ومجريات الأمور على الساحة وخاصة يعني ما يسجل على الميدان، فهذا الموقف تعزز وأصبح يعني مطلبا ليس فقط فرنسيا بل مطلبا أوروبيا. هذا المطلب تطور أكثر من ذلك اليوم، لأصبح الحديث عن طلب هدنة فورية، وهذا يضيف ضغطا أجسم أنه حقيقي على الإدارة الإسرائيلية التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على إعطاء الضوء الأخضر يعني رئيس الموساد حتى يدخل مباشرة في مفاوضات جدية وبنسق سريع، وعلى ما يبدو أنه سيكون حسب ما توفر المعلومات بنسق سريع جدا لإيجاد صيغة لهذه الهدنة. فبالتالي الأكيد أن الاستثناء الحاصل في الموقف الفرنسي كان بداية الموقف عندما أعلن الرئيس عندها ماكرون وقتها يعني في بعيدة 7 أكتوبر الدعم الكامل والشامل واللامشروط لإسرائيل في أي قرار اتخذ، في حين أن الموقف الاعتيادي الذي تعودت به الدبلوماسية الفرنسية منذ الجنرال ديغول وصولا إلى يوم الناس هذا كان أخذ مسافة أمان بين قوسين من التورط أو التماهي تماما مع الموقف الإسرائيلي، وهو ما وقع استدراكه بعدين لعديد الأسباب والمسببات، منها الضغط الشعبي، الضغط الجمعياتي، الأحزاب السياسية التي مثل فرنسا الأبية وغيرها، وبعض السياسيين مثل دوفيلبان، والذين رغم الانتقادات ورغم الهجمة فإنهم شاركوا في فلنقل الوعي الجماعي الذي دل بدلوه وأثر وجعل الموقف الفرنسي أكثر اتزانا ليصل اليوم أن تصبح فرنسا من الدول المطالبة بهدنة إنسانية فورية. شكرا لك بشير نفزي، مدير مركز مرصد الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من باريس. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.